اللي كاتب، قول لي اللي كاتب كذا عشان اعرف ارد. هي مين يا حبيبي؟ لا يا حبيبي لا، اشرف قال لي مش هنلحق. ماشي يا حبيبي، انا في لبخه والله يا شام. انا كنت بتصل بيه قال ده لسه ما صدش مستشفى الدولي، وبتصل بيه ده العدديه بالعام، فاتصلت بالديب وخدت الديب بسرعه وكده عشان نشوفه. ليه طبعا ما ينفعش ان احنا ايه ما نسيبش اشرف. انت حاول تتصل علي عشان اتصل عليا، وانا مش عارف التليفونات دلوقتي غير متاحه. طب انا هعمل لهم ايه؟ ايوه يا حبيبي. لا ده انا ما اعرفوش دلوقتي يا هشام، انا بس نيجي نفس ونتفهم. تمام ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي، بس ما اظنش هيبقى في حزن النهارده، ما اظنش. ماشي يا حبيبي، سلام سلام سلام. هو انت وحد كتب جوال في صلاح؟ محدش كتب، هو حد بيكتب اللي انت. هو ما هو اشرف قال لي واحنا هناك، قايل واحد قريبه قال له هنصلي هناك في الطرق، وهو قال لي لا. في الطرق ماشي، قال لي هنصلي في الطرق ان شاء الله. لا يا حبيبي، حضرتك شم اللي جنبك شم شويه، تتدفن من غير ما يتصلى عليها. شم عشان